خلينا نعرف دور التعليم الرقمي والأدوات التكنولوجية اللي الطالب يعني لابد أن يستثمرها في نهاية تعليمه الأساسي أثناء الدراسة، أثناء المراجعات النهائية، قبل الامتحانات. ضيفتنا اللي منورانا النهاردة عبر تطبيق زوم الدكتورة نشوى إسماعيل، أستاذة تكنولوجيا التعليم في منظمة بحوث التعليم البريطانية اللي بتكلمنا من ليفربول. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الفل عليك. صباح الفل، صباح الخير على مصر، وصباح الفل من ليفربول والمطرة، ويومكم جميل. دلوقتي بالتأكيد يعني إنجلترا خطت خطوات كبيرة جدا فيما يتعلق بأمر المنصات التعليمية. وصلتوا لفين وإزاي نقارن ده بمصر؟ طبعا المنصات التعليمية وبالذات بعد الكوفيد بقت جزء أساسي من العملية التعليمية، وبقى المدرس عارف جوه الفصل إن أنا عندي منصة إلكترونية الطالب هيطلع عليها وهيشتغل عليها وهيتابع عليها. يمكن برضو مقارنة بمصر فيه برضو حصل طفرة كبيرة في مجموعة كبيرة من المنصات. يمكن الجزء اللي أنا متهيألي اللي إحنا ممكن شغالين فيه أكتر هو جزء التفاعل الاجتماعي بين الطلبة على هذه المنصات، بمعنى إلى أن المذاكرة على المنصة لا تعزل الطالب عن المجتمع اللي حواليه، وإزاي أن أنا أخلي من هذه المنصة بيئة تفاعلية اجتماعية بس من خلال الدراسه. ازاي ان الطالب بياخد المعلومه وبذاكرها، وكمان بعد كده برجع بنعمل اللي هو بيقولوا عليه الفصل الدراسي المقلوب. فبستخدم المنصه ان الطلبه قبل ما بيجوا لي الفصل بيعملوا زي كوميونتي او مجتمع صغير ما بينهم، وبيذاكروا وبيحددوا وبيعملوا عمليه بحث وبيحددوا الاسئله بتاعتهم، وبعد كده بيحطوها على المنصه وبتبقى بعد كده موضوع للمناقشه، وبياخدوه تاني وبيرجعوا يشتغلوا عليه. فهي مسألة بحاول إن أنا أدخل العنصر الاجتماعي من خلال المذاكرة، وإن الطلبة بيبقوا مع بعض متعاونين وبيرجعوا يتعاملوا مع المدرس، عشان دور المدرس مازال له المكانة بتاعته والأهمية بتاعته، وبعد كده بياخدوه يرجعوا تاني على العالم الافتراضي بتاعهم وعلى المنصات دي. ده الجزء اللي بيكون موجود فيه. طبعا في جزء كمان تاني يمكن شوية بيشتغل شوية، هو المنصه الحقيقه هي ليست النهايه في عمليه المذاكره، بمعنى ان بيكون عندنا عمليه تحليل بشكل دائم على ازاي المعدل الاولاد بيتفرجوا على الحاجه، بمعنى انا عندي فيديوهات كتير، طب الطالب اتفرج على ايه؟ اتفرج امتى؟ ايه الاسئله اللي وقف فيها؟ ايه الحاجات اللي راجع عليها؟ الليرنينج بنقول لها ليرنينج اناليتكس اللي بتبقى في الباك اند، كمان بتغذي هذه المنصات، خلينا في شكل تطوير مستمر لهذه المنصات عشان ما نبقاش في حاجه غير مستخدمه بشكل بتاعها. دي طيب. جزئيتين الاساسيتين يمكن اللي بريطانيا شغالين عليهم. طيب دكتور نشوى، يعني احنا شويه بنخاف من التجديد خاصه فيما يتعلق باولادنا وفيما يتعلق بالمذاكره، وخاصه لو سنين مهمه زي الثانويه العامه. فممكن حد يجي يقول لا انا عايز ابني يذاكر من المنهج اللي خده من المدرس بتاعه في المدرسه، ويذاكر من الكتاب عشان ما يتشتتش، لانه زي ما كنا بنتفرج على التقرير في شرح للدروس، فممكن الشرح هنا يكون مختلف عن هنا فيحصل تشتيت. سؤالي لحضرتك يا فندم، لاي مدى المنصات دي تقدر انها تفيد الطالب وانها تاكد معلوماته؟ وهل صحيح انه ممكن يكون في تخوف من فكره تشتيت الطالب لوجود اكتر من مصدر؟ تمام. طبعا نقطة حضرتك الأساسية اللي قلتيها الخوف من التغيير، وبالذات في المذاكرة ما بنتحملش أي عنصر للمخاطرة. هو في طبعا نقطة أنا بقول إنه ممكن إن يكون في بعض المصادر لتوعية أولياء الأمور عشان ما يعملوش أي حدود عشان أو نوع من التقييد، لكن اللي أنا بقوله لأن بأي حال من الأحوال الأولاد بيروحوا على الإنترنت، ولكن هي النقطة لأن أنا أوضح دور هذه المصادر. بالعكس المصادر الإلكترونية بتديني حاجة مش موجودة في الفصل. أنا في الفصل بدرس ما عنديش غير طريقة واحدة أو أسلوب واحد، السبورة أو أي وسيلة تعليمية، لكن ميزة هذه المنصات إنها بتخاطبك حسب طريقة تفضيلك أنت، يعني حضرتك بتفضلي إن أنا أذاكر عن طريق الفيديو، أو إن أنا أشوف محتوى تفاعلي، أو إن أنا أعمل قراية أو مجموعة من الكويزز. الجزئية دي مش بتبقى موجودة في الفصل، فدي من الحاجات. لو اولياء الامور قلقانين من ان هو ممكن ان هو يتشتت، ممكن جدا ان هو بيعمل في حاجات كتير بنعمل عليها كنترول بحيث ان الطالب ما بيبقاش بيخرج عن هذا المحتوى. هي النقطه في ان عمليه المذاكره لابد لها تخطيط،
يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن الواحد، طب انا ادخل كيمياء، لا 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 ده الكيمياء انا زهقت، طب انا اروح انجليزي، طب انا اروح عربي، لا هي القصة عايزة نوع من إدارة الذات. ولو هو الطالب أولياء الأمور شايف أن أنا ابني شوية في إدارة الذات ليس على هذا القدر من الكفاءة، ممكن أعمل نوع من الإشراف بحيث أنه لا أنت دلوقتي زي بالضبط ما كنا بنعمل من الساعة 9 للساعة 10 أنا هدرس كيمياء، عايز أعمل إيه؟ عايز أذاكر ثلاث نقط. طيب أنا إيه اللي بحبه من هذه المنصات؟ أحدد عايز أعمل إيه؟ أحدد الوقت، لأن اللي بيهرب منه الوقت بره الإنترنت هيهرب منه في اي مكان. صحيح. فهي مساله برضو اداره الذات مهمه جدا، واولياء الامور برضو دورهم في اداره الذات واداره الوقت دي مهمه جدا بالنسبه. طيب في مصر احنا عملنا تجربه مهمه جدا وهي تجربه بنك المعرفه، واليونسكو اشادت بهذه التجربه، وهي يعني هي حاجه شبيهه بويكيبيديا ولكنها مخصصه اكتر للباحثين والطلاب المصريين في كل مراحل التعليم، بتوفر مراجع اونلاين، بتوفر حاجات لو الباحث اشتغل فيها على يعني بشكل ذاتي او لوحده هيدفع فلوس كتير جدا عشان يوصل لده. تقييمك ايه للتجربه دي وازاي نقدر نستفيد منها الاستفاده المثلى يا دكتور؟ الحقيقه المنصه يعني انا دخلت عليها اكثر من مره، هايله جدا. اول حاجه زي ما حضرتك قلت مزوده فيها قاعده بيانات، قاعده البيانات دي بتدفع فلوس كتير، يعني احنا عندنا في الجامعه عشان اقدر ادخل على كل ده في فلوس كتير بتدفع للاشتراك. فيها مجموعه كبيره للباحثين، هايلة جدا، واعتقد شفت حتى بعض الجامعات المصريه حاطين عليها ازاي يستخدموها. بتخاطب كمان الطالب، الطالب نفسه بيدخل وبيعمل عمليه البحث. فيها ميزه كمان ان هي موجوده عليها المصادر باللغه العربيه، يمكن لو رحت على الويب اوف ساينس مثلا بيكون صعب ان انا الاقي اللي باللغه العربيه. كان فيها حاجه لطيفه جدا ان هي فيها جزء للاطفال، يعني في موسوعه اسمها موسوعه الفراشه، ودي موسوعه تفاعليه انا استمتعت بيها قوي، ازاي ان الطفل بتعلمه القرايه بشكل تفاعلي وبيقف عند الكلمه وحسب مستواه بالتشكيل. هو الميزه في هذه الموسوعه انه بيخاطب تقريبا اربع مستويات، بيخاطب القارئ العام، بيخاطب الطفل، بيخاطب الطالب، بيخاطب الباحث. فالحقيقه هي هايله جدا. انا عايزه اقوله زي ما قلت تخصيص الدراسه هذه للبحث، يعني انا بدور على معلومه يمكن بعد ما بخلص البحث ما تبقاش للاستعداد للاختبارات، ولكن هي للبحث عن المعلومه كويسه جدا، بس ابقى عارف بالظبط انا ايه المستوى اللي انا بتكلم عليه. وكمان عايزه حاجه اقولها، اي منصه في العالم ليها الجايد لاين بتاعها، عشان ما ادخلش واتوه او احس بالعجز، الوزاره منزله بي دي اف ومجموعه من الحاجات اللي هي ارشاديه، سواء كان المدرس يوصلها للطلبة أو ممكن الأولاد لو هم بيقدروا يسترشدوا عشان يدخلين أعرف عايز أعمل إيه، هلاقي المعلومة إزاي وهلاقيها. لكن هي الحقيقة أنا شفتها فعلا على الأو إي سي دي وكانوا بيشيدوا بيها بشكل جيد. طيب دكتور نشوى، من ضمن يمكن خلينا نقول الأسئلة أو نوع الأسئلة الجديد اللي بقى موجود دلوقتي في الامتحانات وشوية مش متعرف عليه أو بيبقى فيه قلق منه شوية، يمكن الاسك كويستشنز او الاسئله المقاليه اللي ما بيكونش ليها موديل انسر او ما بيكونش ليها اجابه نموذجيه لكن بيتطلب وجود بعض العوامل فيها عشان تكون سليمه. ازاي المنصات دي تقدر تدرب الطلاب، تقدر تعرفهم عليها اكتر، تقدر تخليهم يعني يتعرفوا على النوع ده من الاسئله بشكل اكبر؟ الاسئله دي الى حد كبير مش بتكون غرضها التلقين او نوع التلقين. تمام. هي الحقيقه المنصات دي احنا عشان يعني سؤال حضرتك هتحرك ما بين اكتر من منصه. اول حاجه لازم الطالب يكون عنده مهاره البحث. دي الحقيقه في منصه البنك المعرفه هتديله ازاي، انا عندي مجموعه كبيره من المصادر، يعني احنا حتى مع الطلبه بناخد شويه مجهود عشان نعلمهم، انت عندك 20 مصدر هتجاوب لي منه سؤال واحد، دي مهاره عن طريق سكيم وسكان بتدي ان هو اعرف ازاي اقرا واعرف ازاي اطلع المعلومه، دي مهاره لوحدها. بعد كده زي ما قلت لحضرتك، طيب السؤال بقى ازاي ان انا السؤال ده هاخد بقى واعمل عمليه تفكير نقدي، ازاي اجمع كل المصادر دي وان انا افكر فيها بحيث ان هي تعملي نوع من الفكره الابداعيه، دي بقى بتعتمد على طريقه المدرس نفسه او اللي هو بيشرح ازاي ان انا اعلى بالاهداف التعليميه بتاعتي. طيب دكتور نشوى اعذريني للمقاطعه بس خليني انا نفسي حابه افهم اكتر من حضرتك، يعني احنا قلنا انه المنصات دي بيكون عليها زي كويزز او بيكون فيها امتحانات وبيكون فيها نظام تصحيح الكتروني، فهل في نوعيه الاسئله المقاليه دي هل بيبقى فيه لو طالب جاوب
هذا النوع من الأسئلة، بيكون في تحليل لإجابته، بيقول فين القصور في إجابته هنا، أو بيثني مثلا على طريقة إجابته، فالطالب بيعرف إن كان هو ماشي صح أو حتى إن هو عنده قصور في حتة معينة. في جزء هنا يخص التكنولوجي بقى مش يخص الطالب، يعني انا خلاص دربت الطالب في الجزء الاولاني. في حاجه اسمها التكست مايننج. التكست مايننج ده بتكون حاجه شغاله في الباك اند او في الار، بيبقى مزود بمجموعه من المعطيات، ان انا بدور على كلمات او مرادفات للكلمات او طريقه معينه في تسلسل المعلومات او عمليه التكرار في بعض الكلمات، هي اللي بتخلي للطالب ان هو يعني مثلا لو هو قاعد يوصف في فكره واحده بس. التكست مايننج مع الاي اي دلوقتي بقى ذكي جدا جدا، فبيعمل عمليه تقييم للطالب، ايوه الفكره دي او الفكره دي لم في بيبقى مزود مثلا عايز ثلاث افكار، بيقدر انه يقول في فكره معينه لم تصدق او في كلمه معينه تم تكرارها كتير. فهو طبعا عمليه تصحيح المقالات زي ما قلتي حضرتك مش سهله، ولكن هنا التكنولوجي بعد استعداد الطالب على البحث وعلى التفكير النقدي، التكنولوجي بالتكست مايننج عمليه استخدام ممكن الاي اي هيدخل هنا، بيستطيع ان هو يدي للطالب تقرير مبدئي صحيح على جوده البحث. صحيح. على اي حال يعني هي هو مساله وقت يا دكتوره، والدنيا كلها في مصر يمكن هتاخد بسرعه على اللي بتقوليه. في الاول ما كناش فاهمين يعني ايه شمول مالي، وما كناش فاهمين يعني ايه هاتف ذكي، وكل ده أخذ وقت معانا. النهارده المواضيع دي كلها بتبقى بشكل اسهل. دكتوره نشوى اسماعيل، استاذ تكنولوجيا التعليم في منظمه بحوث التعليم البريطانيه من ليفربول في انجلترا، شكرا جزيلا لحضرتك.